انتي مجنونة شي؟ شو مشكلتك؟ عن جد انت عم تقول هذا الشي؟ برأيي هلأ تأكدنا من هو المجنون. لساتك عم تكذبي، عم تكذبي وانت عم تطلعي بعيوني، مو معقولة. يلا لشوف، رجع لورا يا بطل. انت اخراس، انت عملتي هالشي، انت اللي ضربتي حالك هاركة. فهمني انت عم تحلم ولا شو؟ اها اكيد شربان شي. ما طلع فيني، خلينا نقول انك شفت تولجا من مستواك وهجمت عليه. ما خجلتوا انت عم تهجم على بنت؟ انا ما قربت على هاركة ابدا، وهي بتعرف هالشي كتير منيح، ما هيك؟ يعني قصدك انه هي ضربت حالها مزبوط؟ انتو على شو عم تتجادلوا هون؟ ايه هاركة عملت هالشي مشان تخرب العلاقة بينه وبين امه، لانه بتغار منه كتير. ايه لا، انا بدي غار منه؟ اصلا لو كانت امي بتحبه ما كانت قلعته. شكلك ما خبرت اخواتك بهالشي. واو، خلصت القصة الدرامية للأم وابنها. أنت لقيتها متأخر وخسرت بكير يا عمر، عن جد بتزعل. شو صار لك أنت؟ عجبك هالشي كتير؟ ما فيك لا ضمير ولا مشاعر، مجنون. ليش عم تقولي هيك حبيبتي؟ أنا عندي مشاعر، بتعرفي هذا الشي؟ لا تزعليني. تعرف أنك فرحتني كتير هلأ؟ مبسوطة من قلبي لأنك زعلت. تعرفي شو؟ أنا بعشق علاقة الحب والكره اللي بيناتنا هاي. خير إن شاء الله. حب شو؟ يوف بكفي، خلصنا بقى، عن جد انكم مملين. انا بكرهكم كلكم. بس ما تكوني مفكرة انه نحنا منحبك كتير. حتى هدول يلي حواليكي واقفين جنبك لانهم بخافوا من جنانك، مو لانهم بيحبوكي. عفوا، شو شفتوا لحتى عم تقولوا مجنونة؟ قال شو شفنا لحتى عم نقول مجنونة؟ من وين بتحبي نبلش حبيبتي؟ وقت غرتي على دوروك هداك اليوم وسرقتي وراء الامتحان واتهمتيها لآسيا؟ ولا وقت قلت الحقيقة بوشك وحبستيني بمستودع الأكل بالمدرسة؟ شو عم تخبصي وليه؟ وحدة كذابة. وقفي هاركة، والله مليت من الصفات يلي عم تقوليها. هاركة، لا بقى تكذبي وتحكي عن لساني شغلات مو صحيحة. آخر تحذير إلك، مفهوم؟ بدي إلكن شي، إلكن ساعة عم تحكوا وأنا عم اسمعكم، والكل معصب كمان. شو رح يصير لهاركة إذا فتحت تمها؟ شو رح تعملها يعني؟ خبرني لشوف. هالشي ما بيخصك، انت ليش دائماً عم تطلع بوشي؟ فهمني. مبلا هذا الشي بيخصني، أصلاً أنا متضايق منك كتير. لا تخليني أضربك. مين رح تضربه لغبين؟ إلع من هون. اسمعوا لك، ولك على مهلك. بعدوا عنه، بكفي. المرة الجاية رح أضربك وما حدا رح ينفتك من إيدي. يا أولاد شو عم يصير هون؟ ولا شي أنسى، كنا عم نمزح مع بعض يعني. كل واحد يروح على صفه، يلا بسرعة. رح نتحاسب يا عمر. ايه عمر، شفتكن مجتمعين خير؟ شوفي هاي هاركة، مين في غيرها يعني؟ عملت مشكلة. شو عملت هالمرة؟ هلأ بخبرك، تعالي. وكن dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek.